معنا مباشرة موفد من دي ان تي في إلى مراكش عبد المولى أبو خريص. عبد المولى أهلا بك. مرحبا لينا، مرحبا مشاهدينا الكرام. عبد المولى، حدثنا عن أجواء أشغال الجمعية العامة لإفريقيا 50 التي انطلقت اليوم والتي سوف تكون عشية القمة 14 للقمة الأمريكية الإفريقية. نعم لينا، كما أشرت انطلقت صبيحة اليوم أشغال الجمعية العامة لأفريقيا 50 الصندوق التمويلي للبنك الأفريقي للتنمية، والذي يتخذ الدار البيضاء مركزا لمركزه بالدار البيضاء. المغرب يعتبر أحد أبرز المساهمين في هذا الصندوق، والذي يعنى بتمويل البنيات التحتية بالقارة السمراء. في الكلمات بالافتتاحية بالمناسبة التي تناوب عليها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية ورئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية وكذلك رئيسة مجلس الشركات المعنية بأفريقيا، أشار الجميع وأشمع الجميع على حساسية ودقة المرحلة الحالية التي تسعى عدد من الدول الأفريقية الخروج من تبعات الجائحة التي خيمت خلال سنتين على اقتصادياتها وأثرت بشكل كبير على توازناتها المالية، بالإضافة إلى الظرفية الجيوسياسية الحالية الموسومة بالصراع الروسي الأوكراني، والذي أثر على سلاسل الإنتاج وأثر على إمداد الغذاء بالقارة الأفريقية، كما أثر على أسعار الوقود بالقارة، وتبعا لذلك أنهكت الميزانيات. هناك مجموعة من القضايا تم التركيز عليها، وأهمها مساهمة القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، وكذلك الأمور التمويلية، تمويل المشاريع، مشاريع البنية التحتية للربط القاري في أفق افتتاح منطقة التبادل الحر الأفريقية. فأشارت إلى ذلك وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، القطاع الخاص مدعو للمساهمة في تمويل هذه المشاريع، وكذلك الصناديق السيادية الاستثمارية مدعوة للمساهمة وتمويل السيولة المالية لتمويل هذه المشاريع التي تحظى بأهمية كبيرة في توفير مستقبل أحسن لبلدان القارة الأفريقية. فالميزانيات العامة للدول أنهكت خلال سنتين من عمر الجائحة، وما زالت تتحمل مجموعة من التبعات، وكذلك المصاريف الإضافية نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء، وكذلك كما قلت أسعار الوقود والمواد الأولية، في ظل الصراع المحموم من الاقتصادات الدولية الساعية إلى الانعتاق من تبعات هذه الأزمة. هناك أيضا مسألة أخرى، وهي اتباع النموذج المغربي في الشراكة مع الدول الأفريقية، وهو طبعا ما تسعى إليه الولايات المتحدة التي ترتبط بشراكة أو باتفاق للتبادل الحر مع المغرب، البلد الوحيد في أفريقيا الذي يرتبط مع الولايات المتحدة، والذي أيضا يرتبط بطرف ثالث مع القارة الأفريقية من خلال استثمارات ضخمة من خلال مؤسسات عمومية وأيضا من خلال شركات خاصة، تعتبر أهل المغرب ليكون أحد المستثمرين الكبار في القارة الأفريقية. طيب عبد المولى، حدثنا عن الرهانات المطروحة على القمة 14 للقمة الأمريكية الأفريقية التي ستنطلق غدا. نعم، الاجتماع المنعقد اليوم هو يتقاسم ذات الطموحات وكذلك ذات الرهانات والإكراهات مع القمة 14، قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية التي تنعقد يوم غد بحضور وفود يعني رفيعة المستوى، ممثلة للولايات المتحدة الأمريكية، للمغرب وكذلك لباقي الدول الأفريقية المشاركة. هناك مجموعة من الرهانات المطروحة، وهي طبعا أن الدول الأفريقية تتلمس طريقها لما بعد مرحلة كورونا. هناك مجموعة من القضايا المهمة، أساسها وأهمها تنمية البنية التحتية، الانتقال الطاقي، وكذلك تنمية أو توفير ظروف عيش أفضل بالنسبة للنساء والشباب. ولعل كما قلت الأكثر حضورا هو النموذج المغربي في الشراكة مع أفريقيا، وباعتبار المغرب مركزا ماليا كما يقال هنا يعني في افتتاح في هذه الدورة من أجل الربط بين الشمال والجنوب. وكذلك الدول الأفريقية تعول على هذا اللقاء الذي ينطلق يوم غد أو على هذه القمة من أجل البحث وكذلك جلب فرص تمويلية للمشاريع في القارة، خاصة القارة الأفريقية تعتبر سوقا استهلاكية كبيرة بالنسبة للشركات الأمريكية، وهي كذلك منبع وخزان للعديد من الفرص، خاصة في قطاعات الفلاحة وكذلك
كذلك المناجم وأيضا كذلك في قطاعات الطاقة. فبالتالي يوم غد ستنطلق يعني هذه النسخة 14 التي من المرتقب أن تكون بداية وتأسيسا لمرحلة جديدة ولانطلاقة جديدة في الشراكة الإفريقية كذلك الإفريقية الأمريكية وبحضور وازن للمقاولات المغربية التي يحضر رؤساء مجالس إدارتها هنا في هذه اللقاءات التي ستكون طبعا لقاءات أساسية وأيضا هناك لقاءات ثنائية من أجل عقد شراكات وأيضا الاتفاق على خارطة طريق للعمل في المستقبل. موفد بدي ان تي في إلى مراكش عبد المولى بوخريس، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات.